السلام عليكم أنصار الله. الفلسطينيين لن يكونوا وحدهم في المعركة. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. أكدت جماعة أنصار الله اليمنية وقوفها مع فصائل المقاومة الفلسطينية في معركتها ضد جيش الاحتلال. وقال نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال لشؤون الدفاع والأمن التابع للجماعة اللواء الركن جلال أرويشان، وحسب ما نقلت عنه تلفزيون المنارة، إن الفلسطينيين لن يكونوا وحدهم في هذه المعركة. وأضاف أن محاولات العدو، ويقصد هنا التحالف العربي وأدواته في الداخل، حرف أنظار الشعب اليمني عن فلسطين ستبوء بالفشل. من جانبه أكد عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله سليم المغلس أن اليمن حاضر للمواجهة على أكثر من جبهة، مشيرا إلى أن اليمن أثبت ذلك خلال الفترة الماضية. والأحد الماضي تبنت جماعة أنصار الله على لسان رئيس الحكومة التابعة للجماعة عبد العزيز بن حبثور إطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه الاحتلال، وقال إن الأمريكيين اعترضوا صواريخ ومسيرات كانت متجهة نحو الأراضي المحتلة وأسقطوا جزءا منها، والجزء الآخر استطاع الوصول إلى أهدافه، مضيفا أطلقنا صواريخ كنوع من التضامن مع أهلنا في غزة. في الأخير، إذا كنتم من المهتم بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.